فغي معيت دابا طلعت زوينه بزاف هاي كي ولات. يو السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى كلشي يكون بخير، كلشي هو داك. مرحبا بكم في فلوق جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرج فيا، دير ابوني ودير واحد جيم تاهي. المهم شكرا بزاف على الميساجات ديالكم في الانستغرام، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف على السبورت ديالكم، تنبغيكم كاملين قسما بالله. المهم بغيت هاد الفيديو هذا توصلوا ليا الانكا ديال لي جيم، صافو دير 1000 ابوني. الوالده تنفلوغ يا الوالده، مشتوش مشفتوش ماما، راه تما ماني غنهزو معايا. اه ديانا ش. المهم خوتي كيف ما كتعرفوا الحجر الصحي وهذا الوباء اللي بجانا نبي الله سبحانه وتعالى، يا ربي تقدرنا عليه. اش كنقول لكم، كنبقاو غير في الدار ما تنخرجوش، صافو دي غير لي فلوغ غادي يكونوا شويه طايحين، يعني غير في الدار ما يمكنش لك تخرج وهكا وتخالف القوانين. كاع الا خرجت من برا كنخرج 10 دقائق حدا الباب ديال الدار، كنخرج ديانا تقضي الحاجيات ديالها. المهم اليوم في هذا الفلوغ غادي نوريكم لي زيتاب اللي كنعطي لديانا ديال الماكله من الصباح حتى الليل. كنعطيها ثلاثه الوجبات اخوتي حتى هي باقا صغيره، كنعطيها وجبه في الصباح فيها الرز والحليب كما غادي تشوفوا معايا دابا، حيت دابا الصباح راه يلاه فقش، ووجبه في الغداء كنعطيها فيها الرافسه. صافو دير داكشي اللي صات علينا في الغداء تنخلطو مع الخبز هكا وكنعطيه لها. الا كان عندي الكروكيت راه كنخلطو معاه، ما عنديش راه ما تنخلطوش. وبالليل راه كنعطيها الدجاج اللي كنت ديجا وريتكم في الفيديو اللي قبل من هذا، كنعطيه لها في العشاء بالليل كتاكلو. صافي هاد الوجبات كافين وكافين انهم يطلعوا لك الكلب ديالك، ولا بالك الكلب ديالك ما طالعش، مشي للفارماسيان كتجيب كالسيوم راه كيدير غير ب 25 درهم مع 22 درهم، كديروا لها في الماء وراه كيزيد لها حتى هو كيقويها وكيخليها على خير. ليتس كو. كيف ما قلت لكم اخوتي كناخذوا الرز الحليب كنجيب نيدو حيت الحليب الاخر كيخسر هذا، فهمتي كتاخذ شويه كديرو في الكاس كدير معاه شويه الماء سخون كتخلطو كتخويه هنايا كتخلي الرز يغلى في الاول هو والماء عاد باش من بعد كدير عليه الحليب كتخليه يفيض شويه مزيان صافي باش تخليه يبرد وكتعطيه للكلب ديالك. تقدر تاكلو انت الا بغيتي طبيعة الحال الا موسختي. الروبا ديال ديانا اخوتي وجدت عليها، انا طالع دابا راه طلقت الصباح هاهي تلعب، غنحطو ليها راه وقيلا مفيهاش الجوع معرفتش، حيت البارح عطاتها تاكل مزيان الصباح مكيكونش فيها الجوع بزاف. يلاه زيد اجي ديانا. ديانا تاكل كلشي واطار في اطار نحاربوا الملل، غادي نسبغوا لانيش غادي نرجعوها نديروا بعد وقبل ان شاء الله. اليوم غادي نرجعوا البلاصه ديال ديانا زوينه بزاف. المهم مشينا شرينا صباغه حمراء دغيا من عند دروكرا وغير هنايا المتطلبات اللي غادي يخصونا. جبت شيشه هذا ليسانس باش ملي نعمر يدي وداكشي نمسح يدي وداكشي، وجبت واحد الفيسات اللي غادي نديرهم للعيبه هنايا وديك اللعيبه اللي في لانيش هادي غنحاول نقاد نسدها كاغيمو بمره، متبقاش كاع شي فجوه ولا شي حاجه باش تصبغ كامله، تشوفوها قبل وغادي تشوفوها بعد ان شاء الله. ديانا اي اسي اسي اسي. المهم اخوتي كيف ما شفتو حنا قادين الكرياج، حيدنا داك التخربيق وداك الشيء، دابا جات مرحلة ديال الصباغة، دابا صافي كلشي ناضي. هادي تا هي زديتها مرة الله يوفي، هادي ولات كلها مسدودة. غنقاد البلاصة هنايا، هاد البلاصة اللي كنحطها فيها غنقادها مزيان وهادشي كامل غادي نقادو، وغادي نبدا دابا في الصباغة. قبل ما نبدا في الصباغه ديال لانيش غادي نحيد هادشي كامل
عاد نبدا في السباقه ديالي. المهم اخوتي حنا دابا قادين طلعناش هي مسدوده من هنايا، سديت لها هاد الكرياج مزيان من هنا قفيل. دابا غنركب هاد الفيساج هادو وغادي نبدا في السباقه ان شاء الله. هنا قاديتش باش مابقاش عمر لي هنا بالحمري قدام الدار عندها. نبدا في السباقه. الحمد لله لانيش هي كملات السباغه، باقي لي واحد الفاس من ليه عيد ديال بصح عيد ديال شكي ولا. طلعت زوينه بزاف والله اخوتي. كتبتوا لي في لي كومونتير بغيتي دير لينا فيديو كتصبغ فلانيش، دير لينا فيديو كتصبغ فلانيش. المهم خوتي دابا راه وصل الوقت ديال الغداء. باش نوريكم شنو غنعطي لديانا في الغداء. ها هو حطيت هنايا داكشي اللي غنعطي لديانا. أول الغدا ديال ديانا اخوتي الصباح الروز كي قلت لكم، هذا هو الغدا ان شاء الله. راه هادشي كتموت عليه، غتغدى بهادشي من بعد غادي في الليل ان شاء الله نعطيوها الدجاج. غادي تشوفوا كلشي اخوتي. ودابا غادي نكملوا لانيش الصباغه من ليه. ليتس جو. كيف ما كتشوفوا اخوتي الحمد لله ساليت فغي معيت. دابا طلعت زوينه بزاف هاي كي ولات. الكرياج طلع زوين تا هو من هنايا. لي ساترا ركبتهم القفل ديالها. كملنا لانيش الحمد لله. نشوفو شي اكتيفيتي اخرى. ذا المهم اخوتي خرجت هنايا حدا الدار. نخدم مع ديانا شويه ديال الدريساج. عاوتاني ستيك ديال الدجاج. المهم كنصحكم اخوتي ما تخرجوش من الدار. انا هنا ما كاين حتى شي واحد، ما مختلط حتى شي واحد، كاين غير الخلا قدام الدار. غادي نخدم غير مع ديانا شويه. صونا عليا حمدي قلت لي يجي عندي، بغى يدير فلوق. المهم نخلي لكم لاشين ديالو ها هي. المهم راه غادي نخدم شويه مع ديانا باش نكمل لكم الفلوق ما يجيش قصير، حيت من الصباح وريتكم لي سيتاب اللي تعطيو للكلب ديالكم، الوجبات اللي تعطيو ليه في النهار باش يطلع مزيان. وريتكم لانيش كيفاش، حيت كلشي في الكومونتيرات كيقولوا لي لانيش بغيناك تصبغ لينا لانيش، بغيناك تصبغ لينا لانيش ودير لينا فلوق. المهم راه صبغت لكم لانيش اخوتي. وصلوا لي هذا الفيديو ديال انكا خوتي. هاي ديانا انا عطيت الحمدي يخدم معاها شويه. او ستيك ديال الدجاج هاك الحمدي تكلف، انا نريح نتفرج فيكم. اليوم ان شاء الله غنخدموا مع الكلبه ديال زكريا. غنخدموا مع الكلبه ديال زكريا شويه ديسيبلين استيك وشي دوبو باش يلا يلا تولف، ومازال تزيد ان شاء الله بدريساج هنا لقدام. قوم معنا يلا زيد عش يلا عش زيد عش زيد 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 دبو حسن 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 ماشي كوش 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 ماشي ماشي دبو دبو زيد عش يلا زيد زيد يلا دبو. باش تخدموا معاه ديما الكلب الصغير خاصو شوية الوقت، ماشي ضروري غد خاصو يدير أي حاجة في ديك الساعة قلتيها لي، شوية بشوية. يلا دبو 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 ماشي ماشي يلا زيد 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 ماشي هاسي هاسي كوش 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 ماشي اونجي ضروري الكلب الصغير خاص يكون عنده واحد لوغو اللي هو عباره عن بلاداند كروكيت كبده ديال الدجاج شي حاجه اللي زوينه باش غدير ليه دوبو. ضروري تجي من هنا تقيسو الكلب ملي كيعاود يسمعك كيولف دوبو زيد يلا دوب 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 اونجي ماشي يلا اسي 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 ماشي هاي
كوش 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 انشي حالك ان شاء الله غادي من القدام كل كيولف انشي انشي دبو دبو شا هاي دابا دار دبو كنعطيوها لا ريكومبونس تشتغيا تعرف تاكسبتي هي الحاجه اللي بغينا هي وتحيه البطل العالم اللي ما معناش تحيه البطل العالم اخوتي مشى العروبيه مشى ان شاء الله يهرب على هرب على الوباء اللي كاين الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين اجمعين يا ربي وكل شيء عليكم نتوما ان شاء الله وبقى في دارك بقى في دارك دبو اخوتي شو غادي ندير بيان دابا لا بان نو اظهر بيان على يلا نمشيو ديال يلا يلا تعيط لها مولاها هاش ديانا هاك يب بون شيان شو ما انتم اخوتي هاي بدك تطلق يوميا تبقى تخدم مع كلبك في حال ما هكذا غادي التدريس ضروري ضروري ما يمكنش لك حتى السياره باقا صغيره المهم بزاف الناس كيقول لي خصك تخدم معاها لاطاك مازال اخوتي لاطاك مازال لاطاك عليها تدير 6 شهور ان شاء الله ولاطاك مع الوقت اي الله عندها 5 شهور مازال ما كملاتهاش بالضبط 5 شهور ان شاء الله واحد شويه دابا غنمشيو للدار عندي انا وزكريا وغنوريكم بروس ونامي هما اخوتي حنا جينا عند حمدي او بروس هاي نامي دابا غتسمعوا لقاء الوحوش بروز او لقاء الوحوش تبارك الله اللهم بارك اي نامي بروز يلا كتعرفوا علاه بروز ديما فايت شايفه بروز لكن دابا حط طلعت عنده انا دابا نخدم لكم شويه مع بروس شويه ديسيبلين اي حاجه فري ستايل معكم شوفوها بعينكم وبقاو معايا زيد غادي نساليو فلوق ديالنا هنا يا اخوتي تهلاو ليا فريسكم نشوفكم في فلوق جاي ان شاء الله شكرا بزاف الى وصلتي حتى لهنايا خلي معاك شي ابوني وشي جيم وشي كومونتير زوين لتحت وان شاء الله نشوفكم في فلوق جاي ديانا هي راه دخلت لانيج ديالها جديده هي راه ولات زوينه بزاف تهلاو ليا فريسكم